FM. الكلمة ليك. تشات. 9 دقيقة رجعنا لكم من جديد ونواصلوا معكم في تشاتش، وكنا باش نحكيوا على ولا تقييم بين ظفرين لعمل وزير الخارجية خميس الجناوي اللي تقريبا تولى المنصب هذا من سنة 2016 من جانفي 2016 على رأس الدبلوماسية التونسية بطبيعة تحت الباجي قايد السبسي اللي هو اللي عنده الصلاحيات الكبرى في الملف هذا. سفيان، تقييمك إلى عمل لعمل خميس الجناوي؟ شوف، قبل كل شيء ماذا بينا نحكيه على كنت جبت على مسألة مهمة. ثم في القانون الدستوري ما يسمى لو دومين ريزيرفي، ثم لو دومين اسيني. لو دومين ريزيرفي نتاع رئيس الجمهورية توجد من الحكومة الخامسة الفرنسوية وهي الدبلوماسية والأمن وغيره في تونس. كيف لو دومين ريزيرفي نتاع رئيس الجمهورية الأمن والجيش والدبلوماسيين. ولا غرابة، أنت كان تشوف مثال، كان ناخذوا أول رؤساء خارجية شدوا في تونس، أول رئيس خارجية شد بعد التقرير شكون؟ أول رئيس بعد الخارجية سي سامبل هو الحبيب بورقيبة. الحبيب بورقيبة كان أول وزير خارجية تونسي، من بعده شد سي صادق المقدم. صادق المقدم أنا نعرفه، كان ولد نقطتنا، ولد نقطة الرياض، أصله من جلبة وراجل فاضل. وزنقة الرياض هذه وين مدروسة موجودة، مدرسة الرياض اللي أنا تولدت فيها، من أول مدرسة في تونس توجد في تاريخ تونس من العصر الحفصي. كان هو كان دكتور بالميلاد الله يرحمهم، وكان كذلك السيد عبد المجيد القادري اللي شاف في البروتوكول تاع بورقيبة اللي كان هذاك شعره طويل. ومن بعد شكون شد؟ شد المنجي سليم. ومن بعد شكون شد؟ محمد مصمودي، من أروع معرفة الدبلوماسية العربية من الدبلوماسيين المرحوم محمد المصمودي. ثم شد بورقيبة جونيور، ثم يعني من بعد سي المنجي سليم شد بورقيبة جونيور، ثم محمد المصمودي، ثم شد سي محمد الفيتولي، ثم شد سي الحبيب الشتي أن تريغرون مسيو، شد الباجي قايد سبشي، شد سي حسن بالخوجة، شد سي محمود المستيري، شد سي الهادي المبروك، ومن بعد شد سي إسماعيل الخليل، وشد سي عبد الحميد الشيخ الله يرحمه، عبد الرحيم الزوالي، حبيب بن يحيى وغيرهم. هذوما اللي شدوا. دونك الخارجية التونسية كانت ديما فيها شخصيات قوية وشخصيات رهيبة وشخصيات لها شأن في النظام السياسي التونسي. ثانيا، ثوابت السياسة الخارجية التونسية هي الانتصار لقضية العدل وللشرعية الدولية. وثم ان برانسيب اسمه لانتانجيبيليتي دو فرونتيير ليغي بار الكولونياليزم، يجب الابقاء على الحدود كما خرج منها المستعمر. تونس كانت ديما تمشي مع هذا، لكن تونس كانت تبذل ديما قضية فلسطين. وما تنساش لما عام 82 الاسرائيليين حاصروا بيروت على رابع جهة وحبوا يشدوا رئيسة عرفات وجورج حبش وجماعة ويربطوهم في قفص ويهزوهم يحاكموهم في فلسطين المحتلة في دولة كيان غاصب إسرائيل. عرفات جال تونس وجاب السلاح متاعو ودخل عن طريق بنزلت ومشيت قبلته وسيلة بالسلاح متاعو، وبورقيبة حطهم في وادي الزرقاء في حمام الشط وغيره. ومدام البراهمي كانت تقول مباركة وأنه بورقيبة لما تم الاعتداء على تونس عام 85 في 1 أكتوبر 85 عيط السالفية الأمريكا وقالوا إحنا ثاني بلد عربي إسلامي عملنا اتفاقية مع أمريكا سنة 1796، قالوا هذه تنجم تنفخها وتشرب ماء وتهزوا البقتاج متاعكم عاش تونس. والبالة الوحيدة وأنه أمريكا ابتعدت عن التصويت في قضية تهم معناها اعتداءات إسرائيلية على العرب والمسلمين والمناطق المحتلة. ثوابة السياسة التونسية موجودة كانت وقت بورقيبة وحتى وقت بن علي. تونس لولا ليبرالية اختلت ما يسمى بالعالم الحر آنذاك، لكن تونس في نفس الوقت عندها ثوابت معينة. كان جي تشوف بعد الثورة جاءوا عديد الأشخاص، آخرهم سي خميس الجناوي. سي خميس الجناوي سي تان بون ديبلومات، شد في روسيا، شد 6 سنين في بريطانيا، خدم كذلك في التمثيلية اللي كانت في تونس في فلسطين المحتلة في فترة ما. لكن خميس الجناوي أنا قلت له من يطلع، قلت له يا شيخ خميس أنا نعرفه، قلنا بعضنا نعرفه من الصغر، قلت له شيخ خميس لو أن بون ديبلومات با فورسيمون أن بون مينيستر. توا الحق تحولت السياسة الخارجية، وتوا الناس ولاو وزارة خارجية يسموها قمر سيدي خموس على وزن قمر سيدي محروس، معناها عندهم جماعة هذوما ديبلوماسيين الأحرار مسمينها هكايا. والقيادات كانوا عندهم دي ديريكسيون جينيرال تم القضاء عليها، تسميات تقع بالمحابات، ثم تسميات في محلها، لكن ثم تسميات في قمر سيدي خموس ماهيش هي عجبتك المساله، لكن هذا سيدي دبلومات كيلو ديز. دونك اليوم الحق الاصطفاف المذهبي اللي عملناه العام اللي فات مع
السعودية في الحلف اللي هما سموا حلف مذهبي بنصر العبادة، مرتين ولا ثلاثة ناخذوا موقف، فما مجلس وزراء فك الداخلية العرب والخارجية العرب اتخذوا موقف اعتبار حزب الله حزب إرهابي، وقت اللي الشعب التونسي اليوم معناها حزب الله اعتبروا حزب وطني، و90% من التونسة تعاطف معاه ومقاومة وطنية، وزد على ذلك الفشل الذريع في سوريا وفي ليبيا وكذلك اصطفاف السياسة الخارجية التونسية. وقت الترويكا كانت قطر تركيا، مشات الترويكا ولات السعودية الإمارات، وإحنا توا قال الآخر هذا هذا بنقص يدق وآخر بأذن يصيح كل يعزز دينه هي ليت شعري ما صحيح، يعني في الآخر لقينا روحنا ضايعين كالكرة بين أشباه الكرة، وأما معناها ثم خيار كان الإمارات والسعودية ولا قطر وتركيا، هذا معناها العالم مبني على الثنائية هذه، ليس دي ثم تونس، وتونس عندها مصالحها. وشوف انت الجزائريين عطينا دروس في الدبلوماسية، الجزائريين عندهم دبلوماسيين كبار منهم العمامرة ومنهم كذلك سي عبد القادر مساهل، العمامرة توا سي تامينيستر دتاع في عبد القادر مساهل كذلك بشؤون السفير الجزائري في تونس، زاد عندهم حضور كبير الجزائريين، ايزون توجور ديفلوبي اون اكسيلون دبلوماسي من وقت بوتفليقة، كيما احنا كانت عندنا اون اكسيلون دبلوماسي وقت تقول انت سي الحبيب الشاطي، وقت سي محمد المصمودي، وقت سي المنجي سليم، معناها حاجات كيما هكا مش حاجة سهلة، المنجي سليم خموا حتى باش يسميوه من عام الأمم المتحدة لو في فترة ما، وصارت له حتى مشاكل داخلية جراء هذا، مش لازم يطول شرح الآن. اليوم سامحني وزارة الخارجية بتاعنا على تخل الخارجية جهاز أساسي ما عندهش لي موين سابوليتيك، هو نفسه قال لهم أعطيتوني 84 مليار بركة أو شفت معناها الخارجية ما يسمحش هذايا بتغطية معناها المصاريف، عندنا كان 90 تمثيلية دبلوماسية في الخارج، وقت اللي مفروض تونس يكون عندها معناها 150 دبلوماسية، هي أفريقيا برك فيها 54 دولة أو 55 دولة، أفريقيا عندنا كان 10 القنصلات متاع فرنسا في تونس فيها أكثر من وزارة الخارجية للدبلومات التونسيين، القنصلات الامريكيه قد نتاع المغرب العربي كله، باش يوريك وانه الدبلوماسيه جهاز اساسي، لانه شو يقول لك في الجيوبوليتيك؟ مقومات الدول القويه ثلاث حاجات، اولا اقتصاد يتجدد، ثانيا امن قوي للدفاع عن نفسك وعلى اصدقائك وحلفائك، ثالثا دبلوماسيه قويه، دونك يفو لانجينيور لو سولدا اي لو دبلومات، هذه ثلاثيه يلزم تكون موجوده. في تونس كانت عندنا ديما دبلوماسيه قويه، حتى في احلك فترات وقت البيت حمودة باشا نهاتي للأمريكان قصفوا ليبيا، شد الأمريكان باعهم في سوق البلد، قالوا له علاش؟ قالوا ما عندكمش حق تشدوا الليبيين. حمودة باشا وقت اللي زوز فقسية توانسة مشاو في بداية القرن في أواخر القرن الثامن عشر مشاو جابوا قمح من مالطا من مصر إلى تونس، وصار الطاعون حاشا من يتصنت في البطو، فعاوز يدخل السيد الحق الواد دخل به الكارنتينا لا كارنتين في شو اسمها في مالطا وحرقوا، قالوا هو الله دايم حي غدوا يمشيوا للبي، مشاو حمودة باشا شكاوا له قالوا له سيدنا البي راهو أتلفونا القمح نتاعنا و تكلم الفينيسيان لا ريبوبليك دو فينيس وقال لهم يا جماعه يلزم تخلصوا الصفاقسيه هذوما زوج، لانه حمودة باشا تحالف مع البرجوازيه الناشئه اونتوت ظهرت في صفاقس غني، قالوا له لا عملها معاهم حرب تسمى حرب الفينيسيان دامت 10 سنوات وانتهت بنصر التوانسه، وخذينا من عندهم 40 مليون سكه بالذهب، وقت اللي هما الاتلاف كان على زوج ملايين ولا قداش، وطلب تونس ب 14 مليون، وبعثوا لنا هما لو ماريشال ايمو هو نفسه وكان يحارب ويضرب في تونس يضرب في سوسه يضرب في في سوسة، وقت اللي مشاو يضربوا في سوسة حسب المذكرات نتاعو وانا جبتها من ايطاليا يضربوا ويدوروا عليهم التوانسه، من بعد يخرجوا ليكور نتاعهم التوانسه كانوا واعرين شخص ما نجموش يدخلوا لها بالذات كيف حق الواد يضربوها يقول لهم البي اي كانوا 14 مليون سكه تو نحب 15 نحب 17 اي في الاخر دفعوا 40 مليون وعملوها كلوز سكريت وتلقاها توا في الامباشادور نتاع هولندا في تونس عندهم الكلوز هذيك موجوده وخرجها واحد اسمه روسو في كتاب اسمه لزانال تونيزيان، يعني كانت تونس عندها هذا الوجود دائما جيوبوليتيكي، وبورقيبه هذا الراجل اللي يترأس بلاد فيها 3 ملايين ونص مواطنين وبلاد صغيره لعب دور اساسي مع عبد الناصر اللي كان مترأس بلاد فيها 25 مليون مواطن، مع جوزيف بروز تيتو، مع ماو شي تونغ وزون لاي اللي كانوا مترأسين بلاد فيها 900 مليون ساكن، مع كذلك بريك جناب، مع نيكسون، كينيدي لما استقبل بورقيبه استقبلوا استقبال الابطال افيك لي كونفيتي ودار بيه في نيويورك، وبورقيبه مشى كذلك اهدى لهم فلاسك من باردو وحطوها في الامم المتحده، يعني تونس كان عندها حضور. اليوم
قامت سيدي خاموس خدت في الوضعيه في الوضعيه نتاع التهاون والتلاشي وعدم الحضور. احنا مانيش ضد الوزير لكن ضد خيارات الوزير. سافري هو عنده الحق ينا با لي موين تاع بوليتيك وقال هذا، لكن سامحني الاستفاف مع السعوديه انا ضد اللي يقول لي انا مع الامارات وضد اللي يقول لي انا مع قطر، لاني مع الامارات لاني مع قطر، مع العرب فوق راس العين. هذيك احنا تاريخنا وحضارتنا وجماعة الدول الإسلامية والإسلام أهم رابط بيناتنا، وكذلك عنا بعد متوسطي وبربري. أنا مع هذا ونتواجد في هذه المنظمات، أما كي تولي يودي غدة باش يخرجوا بيان يقولوا فيه الموساد منظمة ديمقراطية ولا منظمة جمعية خيرية. هذه جماعة الدول العبرية يعني وصل التهاون بها إلى هذا الحد. نرى وأنه الدبلوماسية التونسية تراعي الخطاب الدبلوماسي، تراعي التمشي الدبلوماسي، لكن كذلك تعبر عن مواقف صلبة ومواقف واضحة ما تخدم كان المصلحة العليا للوطن، مصلحة تونس أولا مصلحة تونس آخرا. وبالتالي شيخ ميس الجناوي مع احترامي ليه ولا نعرفه وما دفترت انه يقعد ساعتين نناقشوا في المسائل هذه بالذات. قلت له يا شيخ ميس شوف انا نعتبر وانك دبلوماسي باهي لكن انت وزيرا فاشلا. وشوف قبله مثال منجي الحامدي، منجي الحامدي ابوي سونتيغي تكون في الامم المتحده، تكوينه موجود دبلوماسي لكن تكون في الامم المتحده يعني تكوينه الاكاديمي وعرف وانا ذاك تتفكر يعني خذا مشى لروسيا وباع لهم 30,000 طنات نتاع زيت زيتونه وخذا من عندهم لي جيلي باربال، عنده علاقات باهيه مع قطر، عنده علاقات باهيه مع الامارات، علاقات باهيه مع السعوديين، علاقات متميزه مع الجزائريين، علاقات هائله مع المغاربه، يعني اليوم بكل صراحه يجب ان ترجع الدبلوماسيه التونسيه الى ثوابتها، وكما قال دوغول على البلاد ولا فرونسي رونتري جيزيل يجب ان ترجع تونس الى بيتها. الكلمه ليك